نقع علينا برا. اربطوا هون الدوريات في مجموعة ربع بالحرب الليل. عمليات لمعاير. يا مطبو عمليات تكرر. ثلاثة 28/8/2012 8 إلى 10 المساء، مدينة عين ترمى. الجيش النظامي اكتشف الترددات اللي عم بس عليها مغرف العمليات وبلش يضرب المكان. القصف عنيف جدا، تقريبا قذيفة كل دقيقة. ما بعتقد انه حسن يحدد المكان بدقة لأن القذائف عم تجي حوالينا. كل سكان المنطقة نزحوا مبارح الصبح، كله بس بده يطلع من هالمكان. ما حدا عنده أي فكرة وين بده يروح، وما حدا عنده أي فكرة وين رح تكون طلعة، بس المهم يطلع. أصوات إطلاق النار بلشت من مبارح الصبح وما هدت ولا ثانية، والقصف كمان بلش الفواتير عم تزداد شوي عن شوي. الأحسن إنه نطلع من عين ترمى لكفر بطنة مؤقتا لبين ما يبين معنا شو رح نعمل.